بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مشوار على قناتكم قناة دار الإيمان الفضائية وارحبوا معي في الاستوديو الأستاذ الخطاط العربي السوري الأستاذ هيثم سلمو أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم, بكم. شرفتونا وأنا في استوديو دار الإيمان الله فيكم الله يا رب مشاهدين الكرام يشار باليد دوما أنها حاسة اللمس ويطرأ غالبا في مخيلتنا لمس الأشياء والجمادات لكن الحقيقة أن هذه اليد وتلك الأصابع نفسها نستطيع بها لمس الأرواح بفن يسقل الحروف فيعطيه معنى فوق معناه ورسما لا يكون إلا بروح صاحبه فمشوار الإنسان ابتدأ منذ خط أول نقش ورسوم وحروف بقيت آثارها على الصخر تروي حكاية أجدادنا وأساطيرهم العريقة فكان هذا الخط هو بدايتنا إلى العوالم كلها ومشوارنا لليوم راح يكون مع ضيفنا الاستاذ قنا اسلفنا الاستاذ هيثم سلمو فاهلا وسهلا بك مره اخرى في قناه دار اليمن اهلا وسهلا الله يكرمك يا رب وشرفنا وانسنا استاذي تعريف بسيط في الاستاذ هيثم سلمو هيثم سلمو خطاط من من حلب نعم و... مجاز من في الخط العربي من الشيخ الكبير الاستاذ حسن شلبي سنه 2007 نعم. في خط في خطي الثلث والنسخ نعم جميل جدا طيب استاذ الفقره فقرتنا الاولى رح نحكي عن البدايات وبدايه الاستاذ هيثم سلمو فاخبرنا كيف بدا الاستاذ هيثم في الخط العربي اولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم انسان ما لم يعلم والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي الاعلم فلكل أمة حضارة تفتخر بها ونحن العرب لنا حضارة أنارت الشرق والغرب بما لديها من فنون وعلوم نعم فالخط العربي من أهم مقومات الحضارة العربية والإسلامية منذ فجر التاريخ منذ مولد الإنسان عندما كانت الـ الـ الرموز الكتاب عباره عن رموز وتطورت الى ان وصلت الابجديه وسوريا بلد بلد الابجديه اوغاريت السلام. ردها الله لنا ان شاء الله باذن الله باذن الله فالخط العربي يعني وان لم يدرس في مؤسسات او جامعات او اكاديميات يبقى أه يعني مزروع في 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 يعني روح الانسان العربي نعم في دم الانسان بارتباطه بالقران وارتباطه بلغتنا بغض النظر عن نعم. القران ثم بعد اذا نتكلم عندما مثلا نعم. نزل القران الكريم نحن نتكلم قبل الاسلام فعندما مثلا نزل القران الكريم طبعا هذا شيء اكيد كانت الكتاب عباره عن دلالات فعند نزول القران الكريم بدا الخطاط او الفنان العربي المسلم يعني او الخطاطين بشكل عام يتبارون ليظهرون افضل ما لديهم من من او تقديس القرآن حرف القران الكريم هو الوازع الديني طبعا فبدات ظهرت الخطوط انواع الخطوط كثيره اول ما كتبوا القران رح نحكي عن انواع الخطوط والتكنيكات والفرق بينهم واول خط ظهر والى اخره لكن الاستاذ هيثم مر في مرحله هوايه اخبرنا عن هذه المرحله الذهبيه بدايه منذ المرحله الابتدائيه يعني عندما كنا نكتب في القلم الرصاص المبري فبدات يعني اميل القلم بشكل يعني منبسط واكتب الارقام فكانت يعني المفاجاه انه تفاجات بنفسي كيف مثلا اكتب الارقام يعني انت اول ما كتبت الخط نعم تفاجات نعم انه ممكن يطلع معي يعني هيك؟ من الزاويه، زاويه القلم غير القلم العادي مثلا الازرق او القلم الرصاص اللي راسه مدبب نعم. الخط العربي له مقطع ابتداء من مقطع وزاويه فهذه الزاويه تبدا من الحركه من نقطه حسب نظريه ابن عربي نعم. كل خط يبدأ, يبدا او كل حركه تبدا بنقطه فمنذ هذه النقطه بدات اكتب الارقام ثم الاحرف ثم تذكر, تذكر اول جمله كتبتها سر البسمله لها سر خاص نعم اي خطاط او اي فنان عندما يريد ان يكتب بشكل تلقائي يكتب البسمله الله اكبر لها سر بسم الله لها الرحمن سر الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فيعني الخط العربي هو فن تصوف يحاول الانسان انه التقرب الى الله فعندما مثلا يكتب الخطاط البسمله يبدا في في الباء والسين ومدود السين طبعا يقول سيدنا علي بن ابي طالب لاحد الكتبه انصب الباء وفرق السين انصب الباء نعم. ومد السين ولا تعور الميم وحسن كلمه الله ومد ومد الرحمن وجود الرحيم فعندما يبدا في البسمله كتابه يعني يعتبر نفسه انه هو, هو هذه البسمله هي الطريق الى الله عز وجل يا الله فالخط الخط العربي هو سر سر واعجاز كثير منا استاذ هيثم لا يلقي بالا لهذا الكلام للاسف يعني انا كمشاهد او كمتلقي للكلام اللي انت تحدثت به الان ارى يعني قليل من البشر من المجتمع اللي نحن عايشين فيه عم بتطلعوا على الخط العربي بهذا المنظور هو عدم الاهتمام وعدم التشجيع هذا نعم. من من اهم الاسباب طبعا عدم الاهتمام في الخط العربي طبعا نتحدث عن الموضوع هذا استاذ هيثم لكن نحن الان في البدايه استاذ هيثم عندما كان طفلا صغيرا فاول خط تمكن منه واستحكمه الاستاذ هيثم طبعا بدات في خط الرقعه اللي هو ابسط الخطوط واسهلها ثم الديواني ثم مثلا الخط النسخ والثلث فتخصصت في خط الثلث ومحقق أها يعني هناك اختصاص في الخط طبعا طبعا جميل. يعني حتى الخطاطين الكبار العظماء مثل الخطاطين العثمانيين مثلا سامي افندي تخصص في خط الثلث الجلي سامي افندي هذا خطاط عثماني, عثماني. نعم. نعم. مثلا محمد شوقي شوقي افندي تخصص في خط النسخ والثلث محمد عزة تخصص في الديواني والرقعة طبعا عندما يتقن الخطوط ثم يتخصص في مثلا في نوع او نوعين من الخط بماذا تخصص الاستاذ في المحقق اولا والثلث المحقق والثلث نعم الفرق بينهما هو المحقق اصل الخطوط بعد الكوفي والجليل والطومار ظهر خط المحقق هو نفسه خط الثلث عندما يصل الى درجه عاليه من الجوده يسمى محقق ثلث او ثلث محقق هناك في هناك نعم. في الصوت الانغام الصوتيه فروع رئيسيه نعم. للمقامات الصوتيه وهي سبع مقامات نعم. وهناك مقامات فرعيه نعم ممكن ان تجتمع المقامات الفرعيه مع المقامات الـ الـ الاصول فيصبح لنا عندنا مقام اخر فرعي هل هناك في الخط نفس الشيء نعم الخط العربي هو ايضا يخضع للمقامات والقواعد الله نعم يعني هناك نعم مقامات للمخطوط نعم مثلا نص معين مثلا يفرض نفسه مثلا مثلا ليس كل نص يختار مثلا نوع من الخط مثلا او يفرض نوع من الخط مثلا خط الاشعار يناسبها أفضل الخط التعليق يا سلام. فن... نوع الخط نعم، التعليق نعم،, اسمه. نعم،, نعم التعليق ايضا بما فيه من قواعد ونسب هناك خصائص فنيه في الخط، هناك مثلا التناغم والتناسب والايقاع وهذه طبعا في خصائص آه، هذه الاختصا او الخصائص تنطبق على مقامات الموسيقى ايضا جميل جدا، طبعا نحن تحدثنا عن انواع الخطوط في عجاله لكن الان في عندنا عينات في الاستوديو هذا من عمل الاستاذ هيثم وتلك اخذت فيها اجازه مم. وايضا هذه حرف الالف مم. بصراحه انا نظرت اليها احببت ان اسمع ما قصه حرف الالف في هذه اللوحه لكن قلت لي في اثناء الهواء فاخبرني عن موضوع الحروف اللوحه الحروف في الخط العربي لها دلالات قدسيه مم. حرف الالف يعني تدل للواحد الاحد لكلمه الله امتدادا الى السماء فعندما تنظر الى مثلا حرف الالف ممشوق مثلا من الاعلى من الاسفل او من الاسفل الى الاعلى يدل لك على الطريق الى الله عز وجل يا سلام نعم يا سلام جميل طيب هذه اللوحه آه لا، لم افهم ما محتواها هذه اللوحه في خط الثلث الجلي خط هذا الغ... خط الثلث الجلي الثلث الجلي نعم آه بشكل متعاكس مت... او متناظر او يسموه مثنى او يسموه مراه <applause> كن فيكون على شكل تعاقص وحرف النون في انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون كن فيكون نعم. وحرف النون مثلا في في الاعلى دائما هناك مثلا احرف ثقيله واحرف خفيفه نعم. مثل كالتصميم في العماره دائما الحروف الثقيله من الاسفل والحروف الخفيفه في الاعلى انا عم بشاهد حاليا في حرف نون تحت وفي حرف نون في الاعلى النون المتصل اما النون الاخير فهو منفصل طيب هل... ممكن يكون ممكن ترسم جزء واحد من الكلمه المتنا نظره وتطبعها على الجهه الثانيه بالضبط؟ طبعا هو هذا طريقه الكتابه نكتب اول أول النصف الاول وتطبعها ثم ناخذه على ورق الشفاف يا سلام ندرس اللوحه نصمم اللوحه لكن اثناء التنفيذ والكتابه تكتب مباشره تنفذ مباشره جميل في هذه الحرب. كيف كيف؟ عدا كلمه الله دائما تكون لا. في الاعلى تقديسا لله عز وجل ولا يجوز إذا هناك قواعد في اللغة العربية يجب احترامها طبعًا ولا تجاوزها طبعًا كلمة طبعًا الله تكون في الأعلى دائما نعم في جميع المقامات نعم نعم طبعا مم حتى مم هنا مثلا النص عندما مثلا الآية تبدأ بدأنا مثلا في البداية في لفظ الجلالة دائما نحاول مثلا نبدا الكتاب من الاعلى الى الاسفل حتى لو تكون حتى لفظ الجلاله في الاعلى نعم حتى, حتى لو طرأ تعديل على الخط على نوع الخط اسم الجلالة دائما في الأعلى أنا نحن نتكلم في التراكيب الخطية نعم جميل. أما السطر ما في مشكلة عادي يعني. عادي نعم. إيه تطوير اللغة العربية وخطها إيه هناك موجود حاليا في وقتنا الحاضر طبعا طبع هو الخط العربي مرتبط ارتباط ارتباطا وثيقا في اللغه في اللغه العربيه شيء اكيد جميل جدا راح اتحدث ان شاء الله عن الموضوع هذا استاذي وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا نعم. هذه اللوحه ما اسمها وما عنوانها وما قصتها بعد أن بدأت في دراسة الخط منذ 2003 تقريباً عند الشيخ حسن شلبي فكنت كل شهر أو كل شهرين آتي إلى اسطنبول الشيخ حسن شلبي هو شيخ من سوريا لا لا عفواً هو يعني خطاط تركي خطتنا. تلميذ الخطاط العالمي حامد الآمدي يا سلام هو الخط يعني علم متصل يعني أو سند أو تأصيل كما القرآن الكريم كما القرآن أو كما المجودين والقراء نعم هو التجمع نعم. حتى القصر. يصل أو تصل إجازة في أو علم الخط إلى سيدنا علي أبي طالب الله نعم نفس... هي معلومة أول مرة بصراحة بعضها. نفس ال للأسف سيدنا, علي كان... سيدنا علي كان سيدنا علي كان الوحي الله طبعاً. طبعا طبعا زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب ف... يعني هم كتاب الوحي بالأصل هم خطاطين خطاطين نعم نعم جميل جدا فكان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يختار أبي بن كعب عندما يك مثلا يريد أن يرسل رسائل إلى الملوك العاجم فيختار أبي وأفضل قارئ وأفضل كاتب جميل جدا حدثنا عن هذه اللوحة إذا تكرمت فعندما بدأت في 2003 تقريبا إلى 2007 أنهيت الدراسة نعم. والحروف وعبارة عبارة ربي يسر ولا تعسر انتهيت نعم. آه كلفت في كتابة الإجازة هذه إجازة تعتبر إجازة يعني كما إجازت آية، القران الكريم نعم ايه في خط الثلث وفي قلم آه نفسه قلم تيش... اي الاقلام قلم منها التي امامنا؟ هذا مثلا اقلام القصب نعم, نعم. هذا هو القلم اللي كتبت فيها اللوحه؟ طبعا طبعا اكيد هذا النص عباره عن نبات ينبت في مياه الانهار ان شاء الله نعم. راح نحكي عن الموضوع هذا كمان نعم. بالتفصيل لكن بعد الفاصل استاذ اسمح نطلع فاصل ونرجع نتابع حلقتنا باذن الله سبحانه وتعالى نعم. مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم نعود الى هذا الجمال والى هذا الرقي في الكلمه العربيه. فاصل نرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام مره اخرى في هذا المشوار الفني، هذا المشوار الجميل الذي يحمل بين ثناياه عبق الماضي وحضاره المستقبل، وباذن الله سبحانه وتعالى نرى دائما الخط العربي في القمه بوجود امثال الاستاذ هيثم السلمو اهلا وسهلا الله يكرمك يا رب كنا نتحدث قبل الفاصل عن موضوع اللوحه التي اخذت بها اجازه قاطعناك لاجل الفاصل نعم. وحاليا نرجع نكمل حديث عنها بعد ان أ... انهيت الدروس عند الشيخ حسن شربي كل نعم. في سنه 2007 في كتابه الاجازه عباره نعم. عن ايه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وايضا في الاسفل هي تسمى قطعه يعني سطر في الثلث وفي اسفله طيب الخط اللي فوق ثلث, شو نوعه؟ ثلث؟ ثلث في الاسفل خط النسخ خط النسخ والاخير الفراغ في الاسفل لتوقيع أه الشيخ الاستاذ نعم. ويكون في العاده يكون شاهد او شاهدين مع الاستاذ نعم. المجيز يا <applause> آه سلام مثلا يعني هي هي نحن يكتب, أول مرة يكتب الاستاذ مثلا اذنت واجزتوا فلان يعني هاي الجزئين بالاسفل آه من التوقيع هذا نص الاجازه الله. ويكون في شاهد او شاهدين خط ماذا خط؟ في خط الاجازه خط الاجازه سمي اجازه آه طبعا الخطاط هو بجيزك هو بيعطيك الخط هو, نعم. بكتبه. خطه. هو هو يكتب انا اترك الفراغ فهو يكتب هذه الاجازه ويكون ايضا الشاهد ايضا يكتب شهادته جميل طيب نعم. خط الثلث في الاعلى نعم وخط النسخ في الاسفل وخط الاجازه في ما ارتباط الخط الثلث بالنسخ؟ خط النسخ ابن الثلث ابن الثلث ابن الثلث نعم. يكتب في قلم النسخ، يكتب في قلم تشكيل الثلث يعني تقريبا قلم الثلث يعني لكل لكل خط قلما نعم نعم القلم من اجناس الاقلام كاللحن من اجناس الالحان يا سلام فيكتب قلم النسخ في نسبه الثلث قلم النسخ ثلث قلم الثلث نعم يعني مثلا قلم الثلث ثلاثه ملي قلم النسخ واحد ملي جميل نسبه وتنافيه نسبه فاضله او نسبه طيب جميل جدا ذهبية. استاذي عند كتابه اللوحات تكون تحتاج الى هدوء معين الى أكيد. سكينه أكيد. معينه أكيد. يعني الواحد تكلم معك ممكن تخربط مثلا او مثلا كلها تنعكس على نفسيه الخطاط يعني حاليا انت تسوي لنا مخطوطه اذا تكلمت معك راح أطلع ممكن مثلا في يكون هناك تشويش مثلا على الخطاط او الجو او المحيط الذي يعيش به تسمع له شيء له تاثير طبعا افضل شيء للخطاط يسمع القران الكريم او الانشاد احيانا يا سلام وافضل الاوقات للكتابه في الوقت المتاخر من الليل يا في هدوء وراحه وسجيل. هدوء وراحه وفي روحانيات ايضا طيب يا ريت تكتب لنا هيك شيء استاذ هيثم الله يكرمك يا رب طبعا انا شايفه عن تشكيله معينه من الاقلام طبعا هذا من القصب مصنوع هذا طبعا يعني في الله سبحانه وتعالى اقسم في القلم نعم. نون والقلم وما يسطرون نعم. طبعا هو غير القلم الالهي الذي المقصود فيه لكن يبقى له قدسيه هذا نعم. القلم نعم عن نبات ارتباطه ارتباطه بالعلم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق بالضبط. اقرا ربك الاكرم القلم الذي هو اساس الذي العلم علم بالقلم. بالقلم. بالقلم فالقلم له شان كبير اذا اقسم الابطال يوما بسيف بسيفهم وعدوهم مما يكسب المجد والكرم نعم. كفى قلم الكتاب رفعا ورفعة وعزة رفعا وعزة ان الله اقسم ان الله اقسم بالقلم يا سلام جميل جدا طيب شو ممكن تكتب لنا استاذي الله يكرمك طبعا هذا حبر خاص هذا الحبر العربي المصنوع يدويا يدويا نعم. رح نحكي عنه نعم. ان شاء الله باذن الله بالتفصيل شنو تكتب لنا الحال؟ ممكن نكتب نعم. مثلا اسم القناه دار الإيمان. دار الايمان بنخطط وطريقك أحمد الشريقي هيك جنبك ان شاء الله 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 <applause> هذا التشكيل له قلم خاص نعم في ايضا يساوي ثلث في قلم الخط نعم قياسه قياسه نعم. تشكيل عناي، والثلث له تشكيل تزيين أيضا. نعم. طبعا التشكيل هذا أستاذى كله صحيح، ليس هناك إضافة. أستاذي كنا نتحدث عن موضوع النشاز في الصوت وأيضا هناك نشاز في الخط فمتى يكون النشاز وما هي أنواع المعدات والأحبار التي تستخدمها في مجالك هناك أسباب كثيرة نعم مثلا الأدوات مثلا عندما يكون إن جودت قلمك جودت خطك يا سلام آه الورق آه الحبر والقلم والحالة النفسية الحالة النفسية بالنسبة مثلا هناك مثل أدوات ربع الكتابة في سواد مدادها والربع في حسن صناعة الكتاب والربع في أقلام قد سوي بريها وعلى الكواغد رابع الأسباب يا سلام <applause> فعندما الخطاط يجود قلمه ويحسن الورق نعم. ويحسن أيضا تطلع طبعا والراحة النفسية مهمة جدا الدور الأكبر يا سلام حتى طيب. كان مثلا الخطاط ينصح مثلا أو أن لا يرف أو يحمل أي شيء ثقيل في يده الخطاط نعم. حتى لا يفقد توازن اليد طب أستاذي هذه من القصب لماذا تستخدم هذه بأي, بأي الحروف بأي الأنواع الخطوط في كل الخط في كل أنواع الخطوط تجب الكتابة في القصب خلافا عن الأقلام المعدنية أو الأقلام الحديثة لأن القصب أصله كائن حي يعطينا أه الليونه يعني يتمتع في القساوه والليونه بنفس الوقت لاجل ذلك السؤال كالآتي انه لماذا لا نكتب بالاقلام العاديه لماذا القصب القصب اولا أه اولا يجب ان يكون مثلا له آه تحدثت قبل تحدثت قبل الحلقه يعني ان هناك روح للقصب بغض النظر له لا. روح ايضا هذا المقطع هو الذي يعطينا هندسه الخط يا سلام الخط هندسه روحانيه ظهرت باله جسمانيه تقوى بالميران وتضعف بانقطاع يا سلام كأ... <applause> كأي شيء في العالم أكيد نعم <applause> جميل جدا طيب أستاذي سنوات طويلة ولوحات فنية عبيقة وتراث رائع جدا أخبرنا عن المهرجانات واللوحات التي شاركت فيها في عدة معارض شاركت في عدة معارض محلية في داخل مدينة حلب وخارج مدينة حلب فكان دائما كنت مدرسا في مركز أو معهد الفنون التشكيلية ومعهد فنون التطبيقيه في حلب no. ونقيم معارض مثلا في مجموعه كانت معارض مشتركه مجموعه من الخطاطين كلها في جهد خاص واهتمام خاص ليس اهتمام من دا من, من من قبل الحكومه كان no. الخط العربي يعني تصنيفا مصنف كحرفه يعني مثل هو مثل النجارين يعني خلينا نقول كان النظام, النظام في سوريا كان نعم يحارب الخط العربي كان يحارب الخط العربي لانه مرتبط ارتباط في القران الكريم ارتباط ديني فكان يشجع الفنون الرخيصه نعم ويحارب الفنون التي الساميه الراقيه نعم على العلم ان سوريا كان هناك مجهودات شخصيه من بعض الخطاطين وحصلوا مراكز مراكز اولى في, في العربي العربي الاخيره دائما كانت الحصه الاكبر من الجوائز العالميه للخطاطي السو... الخطاطين السوريين وفي الذات خطاطي حلب يا سلام نعم نفخر في اهل حلب ليس انا عن نعم لكن نفخر في كل سوريا نفخر, يعني نفخر, نفخر في حلب نفخر في دمشق نفخر في الرقه نفخر في كل المدن السوريه التي سوف تعود باذن الله سبحانه وتعالى أصحابها واصحاب الحق باذن, بإذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله طيب آه الاستاذ له خبره في تصنيع الحبر حدثنا عن هذا الموضوع. هو طبعا هناك آيات تدل على الكتابه والحبر مثلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ لك البحر, البحر قبل, قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا مدد. فهذه الآيه تدل على الحبر والمداد هو الحبر يا سلام. لا تجزعن من المداد فإنه عطر الرجال وحليه الكتاب الله إن مسكي مداد فوق أنملتي إذا الأصابع يوما مست القلم فالحبر له قدسية أيضا القلم القلم له قدسية والحبر له قدسية ومثلا آه نقول مثل الخطاط مثل مثلا مثل الرجل العابد اثناء, اثناء مسكه للقلم وكتابه يقول الشاعر وذي خضوع راكع ساجد دائما دمعه جاري يا سلام ملازم للخمس في أوقاتها نعم. منقطع في خدمة الباري الباري هو الخطاط عندما يبري القلم نعم يا سلام تشبيه رائع <applause> وجميل طيب أستاذي أه هناك إهمال كبير جدا للخط العربي في بلادنا العربية لماذا؟ ونرى أن هناك اهتمام كبير جدا للخط العربي في تركيا مثلا في دول أوروبا العثمانيين كانوا هم اللي طوروا الخط العربي بعد آه العهد العباسي نعم فاوجدوا خطوط جديده مثل الرقعه والديوان لم يكن في موجود في الخط العربي في زمن السلطان محمد الفاتح وكان السلاطين يهتمون في الخط فكان السلطان محمود السلطان عبد الحميد كانوا خطاطين يكتبون يمارسون الخط العربي ويكتبون لهم لوحات معروفه نعم كان له قصة في السلطان محمود كان يتتلمذ على يد الخطاط الحافظ عثمان نعم عندما كان يأتي إلى الدرس يتخلى عن جميع الصفات السلطانية يأتي إلى الخطاط ويمسك له الدوات نعم. المحبرة ويقول نعم للحافظ عثمان يعني لا أظن سيأتي حافظ بعدك فيجيبه الحافظ عثمان يقول طالما يوجد سلاطين تمسك الدوات للخطاط يعني سيح استاذي من كلامك الحضارة. نرى ان هناك للخط العربي ارتباط بالتاريخ نعم ارتباط بالحضاره نعم. يعني شيء جميل جدا نحن تداركنا الوقت في حلقه اليوم لكن ظل في عندنا بعض الاسئله لا ضروري نسالهم فانا بدي اسالك استاذي الصعوبات التي واجهت واجهت الاستاذ هيثم ما هي الصعوبات الصعوبات عدم الاهتمام من قبل الدوله السوريه نعم يعني دائما مثلا ذكرته منذ قليل تصنيف الخط كحرفة تابع جمعيات جمعية الجمعيه الحرفيه نعم. عندما نريد ان يكون للخط يعني مؤسسه فنيه نعم. ترعى الخط وتشجع الخط وطالبنا بكثير من مديريه التربيه والوزاره انه يكون الخط يدرس الخط في المدارس نعم. على الاقل فكان كان كانوا لم يكن اي اجابه طيب من اين ياتي الهام الخطاط بارتباطه باللغه العربيه نعم. بارتباطه الخط بجمال يعني معاني القرآن بجمال معاني نعم نعم بنور الخط تبصر الحكمة نعم وتفصر شذورها نعم فالخط هو نزهة نزهة العيون نعم وبهجة بهجة وبهجة الضمير وفرحة القلب عندما يسمع الخطاط كل الإنسان عندما يسمع صوت جميل أو موسيقى جميلة مثلا يطرب يتأثر في المشهد مثلا نعم. يسمع, يسمع مثلا قراءة القرآن أو مثلا قارئ يقرأ القرآن يتأثر فيكون في مثلا عبارة لفتت انتباهه مثلا آية قرآنية نعم. دائما يريد الخطط أن ينفذها على الواقع بإحساسه ومشاعره نعم, نعم فيضيف على جمال الصورة جمال المعنى يا سلام. فجمال الصورة في الخط يدلك على جمال المعنى يا الله هو السر واعجاز جدا طب استاذ كريم في نهايه حلقتنا اليوم انا بتشكرك لحضورك وشرفتنا وانسنا في استوديو دار الايمان لكن كلمه ختاميه في هذا الحلقه توجهها للساده المشاهدين وتوجهها للخطاطين آه نقول لهم ان يعني ان لا يتركوا هذا الفن خاصه في بلاد العربيه ويبقى ودائما يكون على كتابه وان كان الجهات لم تهتم في هذا الفن ولكن يعني يكون على عاتق كل خطاط او كل صاحب موهبه في هذا الفن العريق الجميل جميل جدا شكرا لحضورك وانسنا وشرفتنا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يطيل في عمرك ويعطيك الصحه والعافيه باذن الله سبحانه وتعالى وان يكون عملك لوجه الله سبحانه وتعالى تنال به رضاه وتنال به السمعه الحسنه وهذا الجمال الذي رايناه اليوم لا يمتلكه الكثير فشكرا لك وبارك الله فيك شكرا لكم بارك الله فيك يا رب اما انتم مشاهدينا الكرام لا يسعني الا ان اشكركم على حسن المتابعه وفي نهايه الحلقه يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذا افتخر الابطال يوما بسيفه وعدوه مما يكسب المجد والكرم كفى قلم الكتاب فخرا ورفعه متى الدهر ان الله اقسم بالقلم وقال ايضا تعلم قوام الخط يا ذا التادب فما الخط الا زينه المتادب فان كنت ذا مال فخطك زينه وان كنت محتاجا فافضل مكسبي الى اللقاء